السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معاكم عن كيف تختار تي في خاص فيك للأجهزة الجديدة اللي راح تنزل، الإكس بوكس بلاي ستيشن، لأن بعض المونيتور أو بعض التلفزيونات ما تاخذ كل الميزات. فإذا حبيت أنت مثلا تاخذ بلاي ستيشن جديد وتاخذ جميع الميزات اللي فيه، وتبي تشوف في الشاشة 4K، تبي تشوف 8K، تبي تشوف كيف تدعم الميزات اللي موجودة في بلاي ستيشن، لأنك صعب أحيانا يعني تاخذ بلاي ستيشن في ميزات وندافع قيمتها لكن ما تقدر تستخدمها. فراح نبدا معاكم اليوم كبدايه عن التي في التلفزيونات كيف تاخذها. فخلونا نبدا. اوكي، شلون علي؟ في البدايه في ناس كثيرين كانوا يسالوني، يقول الحين انا الجيل الجديد جاي، شو احتاج؟ انا شغله ما تحتاج شيء، عندك شاشه في مدخل اتش دي ام اي شغاله امورها طيبه، خلاص يلا خلص الفيديو. بس خلصنا الفيديو، يلا تبي شيء احمد؟ تمر شيء، سلامتك، يلا مكانك. انا قوم زي اللي اعز مكانه واطلع من البيت. بس اذا كنت تبي تستخدم كل القوه للجهاز او تستخدم كل الميزات، عندنا بعض الشاشات، ما بكل الشاشات. اول شيء خلينا نتكلم احنا عن البدايه، شنو تحت اللي يدعم اللي هي الكونسول الجيل الجديد. يدعم ال HDMI 2.1. ال HDMI 2.1 شو الفرق ما بينه وبين ال HDMI الجيل الاول، الجيل الثاني ال HDMI 2.0؟ بس اكثر باندويث عنده، اللي هي النطاق على مجاله، على المعلومات تروح اكثر للشاشه. بعض الشاشات حاليا، انا ال HDMI 2.1 جديده، ما في الا بعض الشاشات تدعمها. اوكي، طبعا ال HDMI 2.1 البلاي ستيشن راح يدعمها. طيب التي في راح يدعمها، التي فيات اللي بتكلم عنها الحين هذه، صح؟ اها، اوكي. باقي حلقه الوصل برضو الكيبل اتش دي ام اي لازم يدعمها. اي بس لا، اذا عندك كيبل هي اتش دي ام اي جديد، يعني في الاخر 5 6 سنوات جديده، اوكي امورك طيبه. اذا عندك مكتوب عليهم لا مو بلازم. فكيف كيف يختار الكيبل اتش دي ام اي؟ الكيبل اللي يجي مع الجهاز مالك، خلاص هذا امورك طيبه. بس اللي يجي مع البلاي ستيشن والاكس بوكس هذا امورك طيبه. يجي مع البلاي ستيشن، يجي مع امورك طيبه. اوكي، اذا كان عندك كيبل اتش دي ام اي من 2010 2009 2008 ما يدعم اصلا اتش دي ام اي 2.0. انت اذا كنت شابكه تصير شابك على اتش دي ام اي 2.4. انا اكلمك يعني 1.4. اوكي، يعني اكلمك ما تشتري اتش دي ام اي من السوبر ماركت، ما يحتاج تروح، لان في ناس تعرف اللي يقول لك شرى بلاي ستيشن 4 بعدين راح شرى له ب 50 ريال ولا 200 ريال اتش دي ام اي 4K. ما فيها خرابيط. عندك اتش دي ام اي جديد حديث، خلاص بس امورك طيبه. بس الحديث كيف تحدد انه حديث؟ اللي جاي مع جهازك بس، خلاص هذا اللي جاي مع جهازك. لان صعب جدا انك تستخدم، تلقى الاتش دي ام اي قديم جدا 2008 2007، ما تدري مخزنين يكون في سوبر ماركت. فاول شيء خلينا نتكلم الحين عن الشاشات اللي تدعم. بنتكلم شاشه، بتكلم انا وش اختار لو ابي. اوكي، يعني وشوف الفروقات، لان هذا ما بالحين، ما بامج، ما بمقارنه ما بين اولد ولا كيولد اللي هو ال اي دي اي دي، مقارنه بس بالتقنيات الموجوده. وانت التقنيات تحدد تبي اولد تبي كيولد تبي ال سي دي، انت بكيفك، ما انا شغل هذا الشيء. طبعا ال اتش دي ام اي 2.1 يساعد في موجود مبني فيه اللي هي الاي ارك. الاي ارك هو حق الاوديو، اذا ما له دخل احنا في الجيمنج. اذا حتى الابل تي في يدعمها عشان تتحكم بريموت التلفزيون بالابل تي في بدل الروبوت ابل تي في، لازم تدخله بدل ما ادخل. لا 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 لا، غير هذاك. اي ارك ذا حق الاوديو، ذا تشبكه دايركت في الساوند بار. ما اللي في التلفزيون اللي ورا اي ار سي ذاك؟ اي ار سي غير اي ار سي ذاك. اي ار سي هذا موجودين الحين تقريبا على الشاشات الجديده على كل الاجهزه، خلاص. اي طيب، ذا شنو؟ اي ارك. اوكي، في اي اوكي ذاك إيه. خلاص اي ار سي شيء قديم. ومفروض شاشتك مدعومه على جميع الاتش دي ام اي. لا، بعض الاتش دي ام اي يكون مكتوب عليهم من ورا، مش مفهوم كلهم. قديم شاشتك تعتبر الحين. اي ارك يصير اتش دي ام اي واحد، تشبكه هذا، وانا بتكلم عن خفيف، تشبكه هذا دايركت للساوند بار، ما تستخدم اللي هي اوبتيكال اوديو ولا هيدفون جاك ولا شيء. تشبكه دايركت عشان الليتنسي، تشبكه دايركت للصوت بار حق الجيمنج، حق الصوت. اوكي، اي نتكلم الحين عن اللي هي الليتنسي. عندك 13 ثانيه وفاصلة 2، دائما اللي هي الاولد شويه الليتنسي مالتها نازله، بس الليتنسي مالهم كلهم هذول كويسين، لانك انت الحين بتلعب على كونسولز وما في فرق كبير.
النقزة هذه الكبيرة، هذا التأخير العالي مرتفع، التأخير العالي للكيو 9 هذا مال 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 طبعا هذا اسمه هذا نسخة البلاي ستيشن التلفزيون للتلفزيون نفسه رخيص نوعا ما، بس طبعا الصورة عاد للاسم غلط هنا شوية اللي هو ال 8K القديم. ندخل اسمه شنو؟ الاسم هذا غلط. اوكي. موجود عندهم في انا ماخذ الموقع، الموقع غلطان. في صوره انا اوريك اياها، لا هو نفسه. هذا ال 8K مال 2019 لسامسونج. اوكي. اذا بتروح تبحث عنه. خلينا نروح اول شيء ناخذ واحده بواحده. ناخذ السي اكس. هذا السي اكس، السي اكس هذا الفلاج شيب اولد مال ال جي. اول قديما كان اسمه السي 9، الحين اسمه السي اكس. السي 9 موجود معنا في اللست بنجيله. هذا السي اكس. التقنيات الموجودة فيه عندك اللي هي هو الوحيد اللي في الليستة موجود فيه جي سينك. اوكي. جي سينك انا اقول انه ما يعني ما تحتاجه، لان جي سينك ما في موجود في الكونسولز، لانه ما عندك انفيديا جي بي يو في الكونسولز. يعني ما راح يدعم بلاي ستيشن، ما له دخل في البلاي ستيشن. يمكن في المستقبل ما عندهم اذا معالج جديد، ما بغيروا المعالج الجديد هذا 4، لا بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن 6 يمكن، بلاي ستيشن 5 برو ولا شيء. ما يغيرون المعالج. أوكي. ما يغيرون الجي بي يو للكومباتبلتي الا اذا كان جهاز جديد. اوكي. جي سينك مو مهم. جي سينك اذا كان عندك بي سي، لان الار تي اكس، كل الار تي اكس الموجودين الحين الكاردز على حسب اللي هي، يمكن اذا كنت تشتري من شركات ثانية ما بالنسخة الرئيسية يمكن ما يصير فيه HDMI 2.1، بس ستاندر أغلب الموجودين الRTX-ات موجود فيه HDMI 2.1، بس ما لا تستخدم بي سي على شاشة، استخدمها على مونيتور، لا تستخدمها على تلفزيون. اللايتنسي لو لايتنسي مود، هذا اللي هي الجيمينج مود، موجود فيه جيمينج مود. الجيمينج مود شو يسوي؟ يطفي البوست بروسيسنج ايمج اللي هي بعد العرض، اللي هي يسوي بروسيسنج للصوره بعد العرض، يسوي لها سكيلينج، يعدل الالوان، غير يطفي هالشغلات عشان يسرع الايمج العرض، يعني يسرع العرض عشان يخفف الليتنسي، بس ما بعد ثانيه واحده هم متهورينهم. ما بمونيتور، هو ما بملي سكند واحد. هذا اللي يعني اكبر شيء هذا اكبر شيء موجود عندنا. بس الحين ندقق، لان هذا ده طيب اتش دي ار شنو مور انفورماتين اتش دي ار جيمنج مع اتش دي ار جيمنج HDR gaming. مور أنا جاي لك، أنا جاي لك فيه الحين. الحين ندقق. هذا مكتوب، شوف هذا معلم عليه، مكتوب NVIDIA G-Sync Asterisk اللي هذه النجمة، نجمتين ما هو بنجمة واحدة، and FreeSync نجمتين. لأن للحين ما شرحها بالضبط، هم الوحيدين FreeSync نجمة واحدة. أي هم الوحيدين الموجودين حاطينها كذا، لأن في يعني في تعرف اللي يقول لك اقرأ ما بين السطور. إيه. يحط النجم يكون تحت الديفينيشن حقه ولا شيء. اقرا ما بين السطور، بس هذا المفروض يدعم فري سينك بريميوم او الفري سينك 2 او فري سينك التيميت، اللي هو لان له اكثر من تسميه، جاي لكم في التسميات، لان التسميات معقده. اذا كان عندك التيميت يعني هذا التوب وغيره كلهم ثلاثه اللي قلتهم، هذا لازم يشوف التحديثات اللي نزلت، لازم اول شيء لازم يختبرونه، لازم يصير عندهم اكس بوكس وبلاي ستيشن عشان نختبر نشوف شو النظام، المواقع تختبره وغيره. روح حق الثاني، هذا الفلاج شيب مال السنه اللي راحت، شويه افوردبل، انزل سعر. هذا السي 9، هذا الفلاج شيب مال ال جي مال السنه اللي راحت، 4K اولد اتش دي ار معروف. الاولد مالتهم هم الوحيدين الاولد في ممتازين جدا في الشاشات، لان ما في الا كم شركه تسوي اولد، واغلب البانلز مالت سامسونج مالت ال جي. طيب وسامسونج؟ سامسونج ما تسوي اولد، كي اولد اللي هي هذا اللي رايحين حق الشاشه الثانيه، QLED. QLED هو LED، لان في ناس يقول لك ليش ما يحطون QLED على الجوالات وما ادري وش، وليش ما في QLED. هو LED، هو LED مع اللي يسمونه كوانتم لايت تكنولوجي، يعني مال سامسونج. اي مال سامسونج اللي هذا 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 الاضاءه دي، بس هو LED مع تقنيه حق الاضاءه حق ال HDR وغيره. هذا هنا هذا الممتاز لاغلب الناس، هذا النظيف هذا يعني شغله، ويعني ناقصه شيء واحد وما بمهم عندي اللي هو الجي سينك. الجي سينك حق بي سي، مش جي سينك. لو سمحت اشتر لك مونيتور، في مونيتورات الحين بعد موجود فيهم اللي هي فري سينك التيميت وغيره، واتش دي ار و 144 هرتز، ما تحتاج 144 هرتز حق الكونسولز، بس لو عندك مونيتور، لان بعض المونيتور فيهم ديسبلاي بورت واتش دي ام اي، تقدر تشترك مونيتور غالي
تشبك البي سي مالك واللابتوب هذا اذا في ثاندر سليب سكرين ما بسبليت سكرين يعني تقدر تلعب ما بينهم تحتاج تلعب بي سي تلعب تشتري لابتوب وتشبك اللي هي البلاي ستيشن بس ما في حتى الان مونيتور ب HDMI 2.1 اوكي يعني لازم تلفزيون لازم لازم تنتظر لان الحين هذا بدايه السوق ترى هذه ثاني سنه بال HDMI 2.1 نحن فيها نروح من وراء هذا في بورت حاطينه للجيمنج حاطين على صوره هذا هذا في اخر هذا في ذا هذا في ذا في ال 800T دقيقه بتكلم شوي عن في اثنين 800T عندك ال 800T 8K في 4K وال 800T 4K وال 800T S which is يعني وهو بس اللهم مور لايتنج زونز اوكي بس شنو هو الريزولوشن 8K 4K نفس الشيء نفس النظام في 4K من وفي 8K اه اس اوكي الاس اللي هو مور لايتنج زونز يعني مور نقاط للاضاءة لان هذا LED ما بنفس الاود ما بكل واحدة عندها الاضاءة الخاصة بها يصير في لايتنج زونز في اماكن مربعات في الشاشة تضيء فإذا كنت تبي فيفيد أكثر يعني تبي إذا الاس إذا تبي الاس هذا حق ال HDR أحسن نتس أعلى حق HDR أحسن HDR والله 8K يعني أوكي 8K هو 8K موجود فيه من النسخة العادية بدون أنا عارف بس إضاءة أقوى تحس بالوضوح يطلع لك debatable نقدر ندخل فيها عادي يعني علي لو تأخذ 4K وإضاءة منخفضة كيف الإضاءة 200 نتس الفرق 1200 نتس 1400 نتس 200 ما بكثيرة ذي لذاك الليفل خلاص اوكي الفرق يعني لايتنج زونز موجود ال 8K وال 4K ال 8K الحلو ان البلاي ستيشن والاكس بوكس بيدعمون 8K ال HDMI 2.1 البورت يدعم 8K هو الشيء الوحيد يدعم 8K البلي... بس على كم الفريم 60 60 24 الاجهزه والحين هم بينزلون الكونسولز الجديدين بيصيرون الوحيدين اللي يدعمون 8K ما في الحين اي جهاز يدعم 8K ما في جهاز يدعم 2.1 قصدك شنو اي جهاز سي دي بلاير ستريمينج بوكس اي شيء ما في هم الدفع اللي دفاها هنا لان الجهاز هذا راح يكون 10 سنوات يعني بعد 5 سنوات 6 سنوات كل اجهزه تدعمها ممكن هي ماخذينها الحين يعني لازم يحطون اعلى شيء لان حق 10 سنوات لان على نهايه ال 10 سنوات في البلاي ستيشن راح يكون نهاية السنة نهاية السنة بتنزل شاشات كثيرة موجود في HDMI 2.1 أنا أتكلم عن الأجهزة الثانية يعني نهاية العشر سنوات وهم ما بيحدونا نهاية العشر سنوات راح يكون في أشياء جديدة بلاي ستيشن ما راح يقوى عليها فمن الحين يدفون كل شيء يخلونهم الأوائل عشان في النهاية يكونون هم المتوسطين مش الأواخر ويعني في نسبة أن يمديك تسوي ستريمينج 8K بهم لأن الطريقة الوحيدة أنك بتسوي ستريمينج 8K منهم بس اثنينهم فيهم 4K HDR player ما هو 8K HDR CD player اوكي ما لانه ما في سيديات ما تقدر تشغل الا 4K منهم بس الباندويث القوه تقدر لان في العاب يمكن تنزل العاب كستوري ولا شيء مثل لايف سترينج ولا شغله يمكن تنزل 8K عادي خاصه اذا صارت الستايل مالها او ان الجرافيكس مالها ما بعالي طبعا في يمكن واحد يقول ان والله اذا البيلد ان السيستم الموجود النظام اللي على الشاشه يمكن يقدر يدعم 8K يمكن على حسب قوه المعالج على حسب الموجود في الشاشه نفسك مالك يعني قوتها بس ما في اي شركه الحين تكلمت ان تقول ان السمارت تي في مالها والسمارت سيستم نفسه يقدر يشغل 4K لان 8K لان ما عندنا سيستم احنا نتكلم عن البلاي ستيشن الحين انا اتكلم عن احسن شاشه موجوده في السوق ولا متاكد انا انها بتنزل ب HDMI 2.1 على نهايه السنه مع البلاي ستيشن مع البلاي ستيشن بعد البلاي ستيشن لان مشكله ان هذه بتنزل بعد اللي هي CES اوكي والحين هذا المفروض انها تنزل بعد CES لان هذا عادتهم الحين ما في السنه ما في CES هذه احسن شاشه في التاريخ ودائما سوني خاصه بعد ما اشتركت مع LG وجابان ديسبلايز وخذت الاولدز هذا الاولد هذه لنفس الاولد مالت هذه مالت السي 9 لان نفس سنتها هذا الجهاز مال السنه اللي راحت نفس البانل نفس الاولد بس كرفيوات بسبه اللي هي الاكس رياليتي انجن مالهم والاب سكيلينج مالهم الخطير الكرفيوات هذه ماخذه
احسن ايمج بروسيسنج، احسن ايمج موجود هذا السنه اللي راحت، هذا فازت باورد كثيره. طيب هذا دي الان بس هذا نهايه السنه، بس هذه كامله ما في شيء فيها 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 سبوفر ورا في الظهر مالها. اوكي يعني ما يحتاج تاخذ فيها، لا لانها كامله قويه ما في شيء. التقنيه الوحيده اللي ناقصها السنه اللي راحت اتش دي ماي 2.1 اوكي وفري سينك وجي سينك، لان لا فيها اتش دي ماي 2.1 ولا فيها فري سينك ولا فيها جي سينك. اي ارك فيها كل شيء، والاتش دي ماي 2.1 يعطيك اللي هي هذا الان ما فيه 2.1 ما فيها، فبلاي ستيشن راح يدعم 2.1، فانت بتقعد تشتري 2.1 فلا تشتريها لانها بتنزل خلاص، لان الجديد الجاي الجيل هذا مالت السنه اللي راحت. اذا نزلت الجيل الجديد اوكي، الجديده خلاص قاضي ما ومعروف التطوير فيها. اهم شيء اتش دي ماي 2.1، خاصه سوني لازم بعد تسوي لها ماركتينج حق السوني حق البلاي ستيشن نفسه عشان تدز. مشكله انها تفرقهم بسبب سوني ديسبلايز بعيد عن سوني بلاي ستيشن. اوكي الشركه هم فيهم تفارق ترى. اذا عندي اتش دي ماي 2.1 طبعا هذا اللي التقنيات موجودين عندكم الحين، تقنيات موجودين في بعض الشاشات الفريسينك، فريسينك بريميوم، فريسينك برو. كيف تعرفون فكرتون من برا الباكج اللي حق التي في لازم يكتبون ده لانه يفتخرون جاي لك انا جاي لك الحين. في واحد يقول لك فريسينك، فريسينك 2 هو فريسينك بريميوم، ما في فريسينك 2، عند في شيء يسمونه فريسينك 2. هم هذا معد هتهم معدلين الاسماء اخر شيء كذا، المفروض الشاشات الجديده يعدلون اسماءهم. وفريسينك 2 هو فريسينك بريميوم، فريسينك هذا جديد الستاندر، ستاندر اي هذا الاضعي. وفريسينك التيميت هو الفريسينك برو. وين التيميت؟ التيميت هذا الاسم التسميه القديمه مالته الحين بريميوم برو. فريسينك 2 هو بريميوم. علي فريسينك 2 هذا هو، هذا فريسينك 2. طيب هذا فريسينك 2. طيب وهذا التيميت بريميوم برو مكتوب، ايه يسمونه التسميه القديمه هذا مالته، هذا الحين المكتوب عليه التسميه، هذا التسميه الجديده. التسمية القديمة FreeSync Ultimate. أوكي الحين برو بريميوم برو، الحين اسمه بريميوم برو. والتسمية القديمة للFreeSync بعد، لأن الحين FreeSync 2 لا تسمية قديمة ثانية اسمها FreeSync Basic. أوكي. الفرق ما بينهم إن HDR موجود هنا، هنا ما في HDR. يعني هذا FreeSync بدون HDR، هذا FreeSync مع HDR. هذا FreeSync بدون اتش دي ار. اها بدون اتش دي ار، وهذا فريسينك مع هذا فريسينك مع اتش دي ار. اوكي بس اوكي. وشوف يدعم له 120 هرتز، مع انك اغلب الالعاب اللي بنشغلهم على البلاي ستيشن اذا 30 و60. فهذا كل الشاشات وهذا الانواع اللي بيشتغل، هذا كل الشاشات وكل الانواع اللي تشتريهم حاليا. هذا الشاشات الموجودين، هذا اقوى الشاشات يعني، هذا الشاشات الموجودين اللي يدعمون الاتش دي اتش دي ار و4K ولا 8K، يدعمون فريسينج وهذا الاشياء صح؟ اي هذا هم. بس مثل الليتنسي، مثل ما قلت، ما بعد بس الليتنسي، مثل ما قلت ان هذا ما في فريسينج ولا جي سينك، بس في تقنيات ال 2.1 مفروض ينزل بتحديث ولا يسوون شيء. هذا بدون فريسينج وجي سينك بس اي بس موجود 2.1 اتش دي ار. هذا موجود فيه اللي هي الجديد الفلاج شيب موجود فيه بس في كلام مفروض نقرا ما بين السطور، وموجود في اثنينهم جي سينج اند، هذا اللي هي في ار ار اللي هي فاريبل ريفرش ريت. اما سامسونج، لان سامسونج موقع مع انفيديا فاوريدي يس ومختبره وكل شيء يعني مضمونه 100%. شاشات سامسونج احسن شيء تلقاه الحين للفريسينج. اذا دخلت الموقع مالهم ما تلقى شاشات سامسونج اصلا دعايات، وتلقى هنا عندك 4K، تشتري 4K استعدادا للجيل الجديد. المفروض يصير عندك حاليا 4K استعدادا للجيل الجديد، تنقز ل 8K. انا اقول لا تنقز الحين، تتهور الاسعار غاليه والتقنيات جايه. اسعار غاليه بس ارخص من اول ما نزل ل 8K، ولو تنتظر سنتين ارخص وارخص. فتحليلنا حاليا احسن شاشه موجوده في السوق للجيمينج على الكونسولز الجيل الحالي والجيل الجاي هي هذه، او الاس منها اللي هي الكيو 800 تي اس، او ما باس تبيها 4K ولا 8K. بس مش اولد، اذا كانوا يبون الاولد كيولد، كيولد مثل ما قلت، لان كل الناس كثيرين يقولون لي ايش عندك ال اي دي ال سي دي كيولد كيو ال اي دي، هي ال اي دي بس كوانتم لايت تكنولوجي.
فقط. بس هذا الفيديو كله، فكتبوا لنا تحت في التعليقات اذا عندكم اي سؤال نكمل هذه السلسله. ففي نهايه نقدر نقدر نسوي ريفيو اللي هي الالتيميت اللي عندنا، الشاشه الفري سينك التيميت ابها وبدونها. اوكي، ففي نهايه الفيديو تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع ولايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم، تراني طيف شرف في الفيديو هذا. اوكي، السلام عليكم. طيف شرف.